أقرب ما ليا بعوني وبينكروا معروفي في الشدة راحوا سابوني وما قدروش ظروفي ما خدوش فيهم إيدايا وبيجوا كتير عليا حتى في دمعة عينيا سابوني سابوني في عز خوفي الذمة دي تبقى ناس لا نخوة ولا إحساس دي ناس ملهاش أساس عايز ارتاح منهم عايز ارتاح منهم كانت ايدي بوقهم ولا عمري سبتهم عملوها يا ناس معايا وقالوا بأصلهم كانت ايدي بوقهم ولا عمري سبتهم عملوها يا ناس معايا وقالوا بأصلهم يا خسارة المجدة مع ناس مدلعة رموني بشدتي وانا ناري ناري مولعة يا خسارة المجدة مع ناس مدلعة رموني بشدتي وانا ناري ناري مولعة اللي اشتريتهم بجد جابوني يا ناس الأرض ما هو ناس ما بتختشيش بيبيعوا في اي حد اللي اشتريتهم بجد جابوني يا ناس الأرض ما هو ناس ما بتختشيش بيبيعوا في اي حد طول عمري خير عليهم وايدي كانت في ايديهم طول عمري خير عليهم وايدي كانت في ايديهم وهم كسروا داي خاينين الله يجازيهم يا خسارة المجد مع ناس مدلعة رموني بشدتي وانا ناري ناري مولعة شطارة وعشان قلة عمره باعوا المكسب بخسارة مالهمش كتير رجولة واخدين دور البطولة في الغدر والخداع شاطرين من الدرجة الأولى دول طلعوا ناس غدارة فاكرين الغدر شطارة وعشان قلة عمره باعوا المكسب بخسارة مالهمش في الرجولة واخدين دور البطولة في الغدر والخداع شاطرين من الدرجة الأولى أنا بعيد عنهم وحقيقي عندهم ولا عمري أفرط فيه ويا ويلهم كلهم دول ناس ما بتفتشيش بتدعوى لا تشتريش بياكلوا في حق غيرهم ويخونوا رغيف العيش ويخونوا رغيف العيش يا خسارة المجدة مع ناس مدلعة رموني بشدتي وانا ناري ناري مولعة يا خسارة المجدة مع ناس مدلعة رموني بشدتي وانا ناري ناري مولعة اللي اشتريتهم بجد جابوني يا ناس الأرض ما هو ناس ما بتختشيش بيبيعوا في أي حد اللي اشتريتهم بجد جابوني يا ناس الأرض ما هو ناس ما بتختشيش بيبيعوا في أي حد طول عمري خير عليهم